أهلا بيكم مع أيكونة من أيكونات الأمل والتفاؤل من متحدي الإعاقة. صديقتنا مصابة بإحدى حالات الشلل، وبالرغم من ذلك لو تأملنا في حالها وفيديوهاتها هنلاقيها بتداوم على حاجتين. الحاجة الأولى هي الابتسامة اللي مش بتفارق وشها، بتخلينا نحس إن جواها طاقة حب وأمل مالية قلبها، وبالتالي بتنعكس على وشها، وبالتالي بتوصل لنا الطاقة الإيجابية اللي جواها بمنتهى البساطة واليسر. الشيء التاني إن معظم فيديوهاتها بتكون بتمشي فيها، بتعرفنا ان الحياة لازم تستمر ايا كانت الصعوبات اللي بتواجهنا او المشاكل، لازم منوقفش ونعديها ونتخطاها بكل قوة وصبر وعزيمة وارادة. ومش معنى كده اننا نستسلم لمشاكلنا، ولكن لازم ناخد بالاسباب. فصديقتنا بالرغم من انها مصابة بالشلل الا انها ما استسلمتش، ولكن بتقوم باجراء علاجات طبيعية علشان تساعدها على انها تتخطى الصعوبة دي وتقدر تتعايش معاها. حية شكر وتقدير ليها ولكل اصدقائنا من متحدي الاعاقة.